رقمين في رقمين بس بطريقة واحدة أو خطوة واحدة بس. هنضرب الأحاد في الأحاد، 2 في 1 ب2، والعشرات في العشرات 2 في 5 ب10. اتفضل عندي الخانة اللي في النص، أضرب الأحاد في العشرات 2 في 2 ب4، 1 في 5 ب5، وأجمعهم على بعض 5 و4 9 في النص. يبقى الناتج بتاعنا 1092. مسألة تانية، الواحد في واحد بواحد، بس الخانة فاضية في النص اهي، واحد في أربعة في أربعة، واضرب أحد في أحد، أحد في عشرات، واحد في واحد بواحد، واحد في أربعة بأربعة، أربعة واحد مع بعض خمسة، أربعة مع بعض، يبقى الناتج بتاعنا 451. المسألة اللي بعدها اللي فيها بقى 3 في 4 ب 12، الخانة الأولانية ما ينفعش أحط فيها الخانة كلها على بعضها، نحط الاثنين بس، والواحد دوت بركنه على الخانة اللي بعدها اللي هي الخانة اللي في النص اللي هي فاضية دي. الخانة العشرات 2 في 6 ب 12، بحط ال 12 كلها على بعضها، وأضرب الأحاد في العشرات 2 في 3 ب 6، 4 في 6 ب 24 وأجمعهم على بعض. 24 و6 30، 30 ومعايا واحد اهوت، يبقى 31 هنا. ما ينفعش احط واحدتين كلها على بعض، احط الواحد بس والتلاتة تروح على الخانة اللي بعدها اللي هي الخانة ال 12 دهية، بدل ما 12 تبقى 15. يبقى الناتج بتاعنا 1512. المسألة اللي بعدها 2 في 1 ب2، 2 في 5 ب10، تحطها كلها في آخر خانة، أضرب أحاد في عشرات 2 في 2 ب4، 1 في 5 ب5، وأجمعهم على بعض 5 و4 9، يبقى الناتج 1092. نقعد كمان مسألة أخيرة أهي، 4 في 6 ب24، 4 ومعايا الاثنين في الخانة اللي بعدها عينها أهي، 2 في 5 ب10 في الخانة الأخيرة، أضرب أحاد في عشرات 5 في 6 ب30، 2 في 4 ب8، 30 و8 38، ومعايا 2 هما يبقوا 40، 0 وال 4 تخش على الخانة اللي بعدها، يبقى الناتج 1404. ناخد كمان مسألة هي 6 في 1 ب6، 2 في 2 ب4، أضرب 2 في 6 ب12، 1 في 2 ب2، 12 و2 14، حط الأربعة والواحد يخش على الخانة اللي بعدها تبقى 5. يبقى الناتج 546. نكمل كده المسألتين اللي فاضلين، 5 في 1 ب5، 3 في 2 ب6، الخانة اللي في النص أهي فاضية، 2 في 5 ب10، 1 في 3 ب3، اجمعهم 3 ب 10 13، حط 3 بس والواحد يخش على الخانة اللي بعدها بدل ما 6 تبقى 7. آخر مسألة، 2 في 1 ب2، الأحاد في العشرات 2 في 2 ب4، أضرب أحاد في عشرات 2 في 4، 2 في 2 ب4، 1 في 2 ب2، واجمعهم على بعض 2 و 3 2 و 4 6. الناتج 462. وابقى كده اتعلمنا نضرب ازاي رقمين في رقمين بخطوه واحده من غير جمع جهه.